اذكر سببا ينزعج فيه النادل من الزبون. لا عيد السؤال. اي ما يخالف عيد السؤال. اذكر سببا ينزعج فيه النادل من الزبون. النادل ينزعج من الزبون، مو الزبون ينزعج من النادل. يعني هذا اللي يشتغل بالمطعم، العامل المطعم راح ينزعج من الزبون. شنو السبب هذا؟ عندنا 6 احتمالات، اذكري واحدة. التشكي. التشكي مثلا ما يعجب المكان او الزبون. اي نعم التشكي. ليش؟ خطأ. اي خلينا نشوف واحنا قلنا احتمالات، هذا استبيان. لذلك نشوف. اذكر سببا ينزعج فيه النادل، هذا المسكين العامل دي يشتغل بالمطعم، من الزبون. هذا الزبون مزعج. أنا من حسب اللي أشوفه قدامي دائما بالمطاعم، أسلوب الزبون من يحكي ويا الهاي كأنه ما يحسس أنه هو أصغر من عنده، فالأسلوب المحل ويكون ويا النادل. أها يعني. علي صوته أو يستهزي به كأنه ما هو وظيفة مو حلوة يعني. إذن وضح السؤال. يعني سوء التعامل من قبل الزبون ويا النادل. خلنا نشوف. عدم التعامل الجيد أو قلة ال أو إذا صرخ بوجهه أو صاح بطريقة. نعم نعم. أوه أعلى احتمال، إذا صرخ بوجهه ولذلك فعلا ينزعج. هذا إنسان قدامنا يعني. لذلك الزبون يعني هو مو دخل المطعم وراح يدفع فلوس على أساس هو الملك وهو هذا الإنسان اللي يقدم له خدمة، المفروض نحترمه نتعامل وياه بكل أدب وبكل احترام لآدميته ولإنسانيته. شكرا ست آمال، ارجع لمكانك. يلا شكرا. إذن ونبتدئ مع الكرخي. الكرخي دائما يتقدم والسؤال موجه إلى الأستاذ محمد. اذكر سببا، لا حتى نسمع، اذكر سببا ينزعج فيه النادل من الزبون. كثرة طلبات التبديل للطعام يعني. كثرة الطلبات. كل ساعة يقول له شكل خبله خبله. نعم المزاجية بالطلب. أخو هشام. نعم. من أطفال أطفال الناس يعني يجون أطفالهم يلعبون يعني ويا أطفال مزعجين. أي ممكن أطفال الزبون. الأطفال خطأ. ست علياء شو تقولين؟ انه ما عجب الطعام ويغير يعني التكرار. قلنا المزاجيه بالطلب حين يرفض يعني الاكل يرفضه. اي رفض الطعام يعني غير المزاجيه صح. طيب خلينا نشوف. رفض الاكل